فعاليات فنية وثقافية ورياضية في مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانية، أنشطة مختلفة جدا لكل المصريين. تعالوا مع حضراتكم دلوقتي نروح للعالمين مع الزميل محمود جميل، نتابع معاه أهم الفعاليات اللي هتكون موجودة النهاردة في المهرجان. بنصبح عليك يا محمود، وكلمنا كده أهم الفعاليات النهاردة والأنشطة الرياضية كمان اللي هتبقى موجودة. صباح الخير عليك يا محمد، صباح الخير عليك يا منة، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. ما زلنا معاكم من المدينة الساحرة من مدينة العالمين الجديدة، والحقيقة الأنشطة الرياضية هي اللي يعني على أتم استعداد بقى الأسبوع الثالث إن هي تبدأ، خاصة بنتكلم عن بطولة البادل اللي هتنطلق في الأسبوع الثالث من يوم الخميس والجمعة والسبت في الأسبوع الثالث، وفي تجهيزات كمان يعني بتتم كده في منطقة الألعاب الرياضية، بل كمان بنشوف بعض الأنشطة الجديدة اللي بيتم إضافتها في المنطقة طبعا علشان تلائم بقى فعاليات مهرجان العالمين، لأن الحقيقة إدارة المهرجان كل يوم بيكون في جديد، وكل يوم بيتم عن الإعلان عن بعض المفاجآت، وبيكون في بعض التجهيزات اللي بتكون جديدة سواء في ملاعب البادل أو في ملاعب كمان كرة القدم والسلة والفولي بول. فبالتالي عندنا أنشطة رياضية إن شاء الله الأسبوع ده، بل كمان في بعض الأطفال والشباب اللي بيجوا كده بالليل في منطقة الألعاب الرياضية يقدروا ان هم يخوضوا تجربة اللعب في بعض الملاعب اللي موجودة. يعني امبارح كنا بنشوف بعض الأطفال في الباسكت بول، وكنا بنشوفهم في كرة القدم، فالحقيقة يعني في مناخ رياضي ترفيهي جميل جدا لكل الفئات ولكل الأعمار. خلينا أقول لك كمان ان الفعاليات اللي كانت معانا امبارح، احنا بنستأنف في الأسبوع الثالث من بداية الأسبوع الثالث الفعاليات الفنية الخاصة بوزارة الثقافة، بنتكلم عن السيرك القومي، بنتكلم عن فرق التنورة، بنتكلم عن فرق الفنون الشعبية. يمكن امبارح كمان احنا يعني الإقبال بقى بيزيد يوم عن يوم، فالحقيقة امبارح وفي بداية الأسبوع الثالث للأنشطة الفنية دي كان في إقبال على الفعاليات الخاصة بالسيرك أو الفنون الشعبية، كان في تفاعل كبير جدا من الأطفال اللي موجودين من الأسر، والحقيقة كان في حالة جميلة جدا وانبساط وبهجة بين كل الناس اللي موجودة، وده هدف مهرجان العالمين إنه يحقق طبعا يعني مناخ ترفيهي جميل على كل الزائرين اللي موجودين في كل الفعاليات المختلفة. امبارح كان عندنا كمان انطلاقة مهمة جدا للخدمات الصحية وانطلاق وتدشين شارع الخدمة الصحية. امبارح كان يوم مهم في مهرجان العالمين الجديدة، كان بحضور وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. والحقيقة امبارح يعني زي ما أعلن وزير الصحة أنه بيتم انطلاق التعاون الكبير والمهم بين وزارة الصحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تدشين الخدمات الصحية اللي هتتقدم للمواطنين. الحقيقة امبارح شفنا كم التجهيزات الكبيرة الطبية اللي موجودة في العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف، كمان بعض السيارات او المبادرات الرئاسيه اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي موجوده لتقديم كل الخدمات، سواء مبادره صحه المراه، الكشف المبكر عن اورام الثدي، بعض الاعتلال الكلوي، بعض المبادرات الاخرى، 100 مليون صحه، الحقيقه 100 مليون صحه هتكون معانا في المرحله الثانيه، هتنطلق من هنا من مدينه العالمين الجديده. ودكتور خالد عبد الغفار وجه الشكر للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه على هذا المهرجان اللي يعتبر تثقيفي ترفيهي اقتصادي، كل الأبعاد موجودة في مهرجان العالمين الجديدة، وأكد أن كل الخدمات اللي هتتقدم هتتقدم بالمجان لكل المواطنين اللي هيترددوا على الساحل الشمالي وعلى مهرجان العالم عالمين. وكمان الأستاذ عمرو الفقي كان بيتكلم في نقطة مهمة جدا، أن هم حرصوا في النسخة الثانية على التوسع في التنوع في الفعاليات، والحقيقة ده اللي احنا بنشوفه من الفعاليات اللي مختلفة، سواء كانت الفعاليات الفنية من الحفلات طبعا واللي بتستعد للأسبوع الثالث لانطلاقة قوية جدا مع الفنان تامر حسني على مسرح اليو أرينا، بالإضافة بالطبع إلى الفعاليات الخاصة بمهرجان الطعام اللي هينطلق في أغسطس، مهرجان اللمة، مهرجان المسرح اللي بالتعاون مع هيئة الترفيه وموسم الرياض. فبالتالي هنشوف تنوع كبير جدا في مهرجان العالم عالمين، وبالتأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات والأجواء الحلوة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. برجع لكم في الاستوديو مرة تانية محمد ومنة. شكرا ليك محمود جميل من العالمين، حكيت لنا كده النهارده فعاليات هتكون ماشيه ازاي، اكيد هنتابع معاك على مدار الايام الجايه كل التفاصيل اللي انت بتقولها لنا، شكرا جزيلا ليك.